من قاعة إدارة المشاة في المتحف العسكري. شوف كأنه نحن فايتين على خندق حربي، فعلا فايتين بكل معنى الكلمة على خندق حربي. كتير حلو كمان زوروا المتاحف العسكرية، وهذا موجود كمان بقلعة صلاح الدين. ثم قلعة صلاح الدين تحس حالك لوهي الأولى عسكري. البطاريس، وبترجع تشوف هون الأسلحة المستخدمة طبعا للجيش المصري. جولة حلوة كتير في بقلبها، طبعا من بداية الجيوش، من بداية الفراعنة لحد حرب 73 لحد هلأ. مبدئيا لما تزوروا قلعة محمد علي أو قلعة صلاح الدين ما تنسوا تزوروا المتاحف اللي بقلبها، وخاصة خاصة خاصة المتحف العسكري، جميل جدا وفي أمور بحكيه بطريقة رائعة وبانورامات كتير 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 حلوة. ما تنسوا المتاحف الداخلية لقلعة صلاح الدين. طبعا أنا ما صورت كل شيء، في الطيران، في العبور، في عدة أمور. أنا ما بعطيكم بس سامبل عن المواضيع الموجودة. كان كأنه قبطان عم يسوق سفينة كتير حلوة معمولة بالقاعة، كتير كتير حلوة. سفينة قيادة مصر للقبطان، كتير حلو المتحف. Se toma el chulén, ¿verdad? Dentro no sé lo que hay. ¿Tienes una foto ahí? No, que hay que tomar.